الدوري الاسباني امبارح كان في ماتش قوي قوي برضه، لا قوي قوي. برشلونه يعني عمل هزيمه ساحقه زي ما بيتقال باتلتيكو مدريد 4-2، طبعا ضمن منافسات الجوله 23 من الدوري الاسباني، بس ماتش فعلا كان قوي قوي. الغريب هنا كريم، برشلونه كمل المباراه يعني ب 10 لاعبين، ده من الدقيقه اللي هي كانت تقريبا 69 او 70 بعد طرد الظهير الايمن طبعا وهو حد تقيل داني الفيس. ده بكده رفع بقى برشلونه رصيده بعد ده بالفوز طبعا الثمين ل 38 نقطه حصدها من 22، ده مجمل يعني المباريات. اقتنص المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا بفارق هنا نقطتين من أتلتيكو مدريد، بينما يتصدر كمان ريال مدريد قائمة الدوري برصيد هنا تحديدا 50 نقطة، يعني بنتكلم بفارق تقريبا 3 نقاط امام اشبيليا اللي لعب 23 مباراة. فلا الدوري الاسباني ولع تاني، فيعني